بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. حل تمارين القوى مقدم عليكم مركز زادز اللغات والعلوم، معي أنا المدرس مازن بايزيد، مدرس اليوس قسم مادة الجبر. نحن عم نختار أقوى الأفكار وأقوى التمارين من نقل أسئلة أو كتب أخرى في موضوع مثلا مثل القوى. مثلا هذا السؤال، 1 زائد 2 اس اكس ناقص واي على 1 زائد 2 اس واي ناقص اكس هي 4، أريد اكس ناقص واي. نحن نعلم أنه 2 اس اكس ناقص واي هو مقلوب ل 1 على 2 1 ناقص، هو مقلوب ل 2 واي ناقص اكس، تمام؟ فإذا هذا فرضته أنا تي، فواحد زائد تي على واحد زائد واحد على تي بهذا الشكل، شو يساوي؟ يساوي الأربعة. حنوحد المقامات وحيصير واحد زائد تي على، هون إذا وحدنا المقامات حيصير واحد زائد تي على تي يساوي الأربعة. البعيد بالبعيد والقريب بالقريب، هذول يختصروا، فبتصير التي شو بتساوي؟ بتساوي 4. شو التي؟ التي انت فارضها 2 اس اكس ناقص واي. الاربعه تكتب 2 اس 2، وبالتالي قوتان متساويتان لهما نفس الاساس، الهم نفس الاس، فاكس ناقص واي يساوي 2، ورقم الخيار هو البي. السؤال الثاني، لاحظوا A تربيع يساوي 2 أس 6 إكس زائد 4، A على 4 يساوي 16 أس إكس ناقص 2، يريد قيمة إكس، تمام؟ هلا A تربيع أنا بدي أشتغل بالثاني، الـ A يساوي 4 يعني هي 2 أس 2 ضرب 2 أس 4، 2 أس 4 إكس ناقص 8، وضرب القوى جمع الأسس، ف2 أس 4 إكس ناقص 6، إذا الـ A الوحدة هي 2 أس 4 إكس ناقص 6. هلا الـ A تربيع، ربع هي، الـ A تربيع يساوي ربع هي، يعني 2 أس ضرب 2 رفع القوة ضرب الأسس، 8 إكس ناقص 12، شو بتساوي؟ أعطيني، أعطيني 2 أس 6 إكس زائد 4. قوتان متساويتان لهما نفس الاساس، لهم نفس الاس، ف 8 اكس سالب 12 يساوي 6 اكس زائد 4، المعلم بطرف والمجهل بطرف، فالاكس ماذا يساوي؟ الاكس يساوي 8، ورقم الخيار هو الدي. السؤال الثالث بدهم اكس قوه واي، يريدون اكس قوه واي. خطر ببالي اخر يعني القاعده الذهبيه، ولكن هون ايه، هون بي، ف ما مشي الحال. فشو بعمل اذا مثلا رحت قسمت؟ اذا قسمتهم فبالقسمه قسمه القوى طرح الاسس، فاكس قوه واي زائد 2 سالب 2 زائد 2 واي شو يساوي؟ اي على بي للتكعيب بهذا الشكل، يعني هذا بصير اكس قوة 3 واي يساوي اي على بي للتكعيب. هلا هذا يكتب، لاحظ اكس قوة واي للتكعيب شو بتساوي؟ A على B للتكعيب، قوتان متساويتان لهما نفس الأس، فإلهم نفس الأساس إذا كان فردي، فإكس قوة واي ماذا يساوي؟ A على B، ورقم الخيار هو البي. السؤال رقم 4، 3 أس A زائد B يساوي 2، 2 أس A زائد B يساوي 5، بده 36 أس A زائد B، تمام؟ 36. طيب اذا ضربتهم بالضرب مو فين يضربون؟ يعني فين يقول 3 ضرب 2 اس ماذا؟ اي زائد بي، لانه نفس الاساس الاس، فهي بتصير 6 اس اي زائد بي يساوي 10. انا اذا بالتربيع
إذا ربعنا بتصير 36 أس إيه زائد بي شو بتساوي؟ 10 التربيع ويساوي 100، ورقم الخيار هو الإي. هذا السؤال الخامس، أعطيني كأنه معادلات 4 أس 3 إكس زائد 2 زائد 18 ب 2 أس إكس زائد 1 يساوي إيه تربيع، و2 أس إكس زائد 3 أس يساوي إيه. أنا أريد قيمة هذه الإي، أريد قيمة هذه الـ. طيب إذا عوضت الـ A هنا، هاي الـ A بقيمتها نعوضها هون، فتصير 4 بـ 3 أس إكس زائد 2 زائد 18 بـ 2 أس إكس زائد 1 يساوي مربع هاي، يعني بتصير 2 أس 2 إكس زائد 6 أس إكس، نعم ضفي الأول بالثاني، 2 ب 6 أس إكس زائد 9 أس إكس، يعني أو 3 أس 2 إكس. تمام؟ فهلا هي 3 أس 2 9 ب 4 36 ب 3 أس إكس، زائد هي 2 أس 1 2 ب 18 36 ب 2 أس إكس يساوي، هي عبارة عن 2 أس إكس، خلينا نكتبها هيك، 3 أس إكس للتربيع اللي هي هي. طيب بإخراج عامل مشترك 36، 3 أس إكس زائد 2 أس إكس يساوي 2 أس إكس زائد 3 أس إكس للتربيع، وبختصر واحدة من هون مع واحدة من هون. تمام؟ وبالتالي 2 أس إكس زائد 3 أس إكس اللي هي مين؟ اللي هي إي، شو بتساوي؟ 36، ورقم الخيار الصح هو الاي. السؤال رقم 6، 3 اس اي يساوي 6 اس اي يساوي، فانا بالاسم اذا قسمتهم على بعض مثلا، بس بالاسم ما بصير، لذلك لان هذول ما له نفس الاسس، فبقول مثلا 3 اس اي يساوي ال 15، اذا حللتها تطلع 5 ضرب 3، فخمسة أس إي ناقص واحد بثلاثة أس إي ناقص واحد. تمام؟ الستة أس إي اللي هي ثلاثة أس إي ضرب اثنين أس إي يساوي العشرة، بتعرفوا العشرة هي خمسة باثنين، فبقول هي خمسة أس إي زائد واحد باثنين أس إي زائد واحد. لا، بأول واحد هون ثلاثة أس إي، هون ثلاثة أس إي ناقص واحد، قسمة القوى طرح الأسس، فبيطلع عندك 3 أس 1 يساوي 5 أس إي ناقص 1. أيضا من الثاني قسمة القوى طرح الأسس، فبيطلع 3 أس إي يساوي 2، إذا 5 أس إي زائد 1 بماذا؟ بهي الاثنين. أنا بدي 3 أس إي، فأنا مثلا إذا جمعتهم بالضرب، يعني بالضرب عشان أجمع الأسس، ضرب القوى جمع الأسس، فبقول 3 أس إي زائد 1 يساوي 5 أس 2 إي ضرب ماذا؟ ضرب 2. بس هون ضل معي، يعني اذا جمعتهم ضل معي، لذلك الاحلى بالقسمه حتى تروح الاي. شوفوا، اذا بالقسمه اذا قسمتهم على بعض حيطلع معي هاي على هاي 3 اس اي ناقص 1 قسمه قوه طرح الاسس يساوي 5 اس 2 ضرب 2. تمام؟ فثلاثة أس إي على ثلاثة يساوي خمسة أس اثنين 25 ضرب اثنين، وبالتالي ثلاثة أس إي يساوي 25 ضرب ستة، فثلاثة أس إي يساوي 150، ورقم الخيار هو الدي. من المسائل الجميلة جدا.
السؤال رقم 7، 3 أس يساوي 15، 5 أس واي يساوي 45، بدهم قيمة الواي بدلالة إكس. فالأمر جدا بسيط، فهي 3 أس إكس، ال 15 هي 3 ب 5، وبالتالي قسمة القوى طرح الأسس، فال 5 هي 3 أس إكس ناقص 1. قيم ال 5 حط بدالها، يلا 3 أس إكس ناقص 1 هي بدال الخمسة، أس ماذا واي شو بتساوي؟ ال 45 يساوي، تمام؟ ال 45 هي 9 ب 5، تسعة بخمسة. إذا طالما بدهم الواي بدلالة إكس، هاي حنوصل للطريق مسدود، لذلك الأحلى نكتب ما يلي: 3 أس إكس يساوي ال 15 هي 3 بخمسة، يعني قسمة القوى طرح الأسس بصير معي 3 أس إكس ناقص 1 يساوي ال 5. الثاني 5 أس واي يساوي 9، يعني هي 3 أس 2 ب 5، وبالتالي قسمة القوى طرح الأسس، ف 5 أس واي ناقص 1 يساوي 3 أس 2. حسب القاعدة الذهبية بدرس القوى ممكن نكتب إنه إكس ناقص 1 على 2 شو بتساوي؟ 5 على واي ناقص 1. ضرب الطرفين بالوسطيين، إكس ناقص 1 ب واي ناقص 1 يساوي 10. فالآن أنا بدي الواي 10 على إكس ناقص 1. إذن بنعيد هون 3 أس إكس ناقص 1 يساوي 5، هون 9 ب 5 يعني واي ناقص 5 أس يساوي 3 على 2، إكس ناقص 1 على 2 يساوي عفوا 1 وليس 5، الأسس 1 على واي ناقص، وبالتالي اكس ناقص 1 ضرب واي ناقص 1 يساوي 2، فواي ناقص 1 يساوي 2 على اكس ناقص 1، يعني الواي يساوي 2 على اكس ناقص 1 زائد 1، ويساوي اكس ناقص 1 زائد 2 اكس زائد 1 على اكس ناقص 1. إذا الجواب y يساوي x زائد 1 على x ناقص 1، ورقم الخيار هو ال b. يلا هاي ممكن انه ال x السؤال الثامن، يعني انه ال x زائد 1 يساوي 3 اس n وy ناقص 1 يساوي 3 اس ناقص n، شو رأيك؟ ضرب القوى جمع الأسس، إذا بالضرب فبصير عندي x زائد 1 بy ناقص 1 يساوي 1. انا بدي الاكس فاجعل الاكس بطرف وواحد على واي ناقص 1، يعني الاكس شو بتساوي؟ واحد على واي ناقص 1 ناقص 1 ويساوي 1 ناقص واي، توحيد مقامات، 1 يعني 2 صار عندي 2 ناقص واي على واي ناقص 1، هاي هي قيمة الاكس، 2 ناقص واي على واي ناقص 1 والخيار رقم السؤال رقم 9، اي على بي 2، بي على اي 1 على اكس هي 64، فهون حابلش من هون، شو يعني بي على اي؟ ايه لبا؟ يعني اي على بي اس ناقص 1 على اكس يساوي 64. ليه على بي 2؟ 2 اس ناقص 1 على اكس شو بتساوي؟ 64، اللي هي 2 أس 6 وتا متساويتان لهما نفس الأساس إلهم نفس الأس، فناقص 1 على إكس يساوي 6، فالإكس شو بتساوي؟ ناقص 1 على 6. بس أنا الحقيقة ما بدي إكس، أنا بدي 3 أس 6 إكس، ف 3 أس 6 ضرب ناقص 1 على 6 بتطلع 3 أس ناقص 1، والجواب 1 على 3 ورقم الخيار سؤال رقم 10، 4 أس إكس يساوي 27، 3 أس واي 512، لاحظ الـ 4 أس إكس حكتبها 2 أس 2 إكس يساوي 27، 3 أس 3،
وهي 3 اس واي، 512 هي 2 اس 9. شوفوا أهمية إنه الطالب يكون حافظ بعض القوى الشهيرة. فأكيد راح على القاعدة الذهبية، ف 2 اكس على 9 يساوي 3 على واي. فاضرب الطرفين الوسطين، 2 اكس واي يساوي 27، فالاكس ضرب واي 27 على 2، ورقم الخيار هو الاي. السؤال رقم 11، 6 اس ان زائد 1 يساوي اي، 6 اس 2 ان يساوي البي، فضربوا القوى جمع الاسس فاجمعهم فبيطلع 6 اس 3 يلي هو 216 حقيقه يساوي A ضرب B، وهذا يؤدي بالتعويض 216 على 12. هلا 21 كم 12 فيها؟ فيها 1 وبزيد 9، 96 كم 12 فيها؟ فيها 8. إذا 12 ضرب 8 96، إذا الخيار رقم D 18. سؤال جدا سهل. السؤال رقم 12 أساتذة، 3 أس إكس زائد 1 يساوي 2 أس إكس زائد 1، أنا أريد 4 أس إكس زائد ربع. 4 أس إكس زائد 1، طيب هدول قوتين متساويتين أساسهما مو متساوي، أسه متساوي. يعني الحالة غريبة، فلا يمكن إلا أن يكون إنه إكس زائد 1 شو بتساوي؟ الصفر. يعني الإكس شو بتساوي؟ ناقص 1. فهلا 4 ناقص 1 زائد ربع، يعني ربع زائد ربع، والجواب نصف. لا يمكن لهذا التمرين أن يحل إلا إذا كان الإكس سالب 1. ما بصير قوتين يكونوا متساويتين واساسه ما متساوي واسه متساوي الا اذا كان الاس صفر، وبالتالي الجواب سي نص. السؤال رقم 13، 2 اس اكس زائد 1 يساوي 6 اس اكس زائد 1، فيني اكتب 2 اس اكس زائد 1 يساوي 6 هي 2 اس اكس زائد 1 ضرب 3 اس اكس زائد 1، فهي كامله تختصر مع هاي، ف 3 اس اكس زائد 1 يساوي الواحد، يعني x زائد 1 شو بتساوي؟ الصفر، وبالتالي ال x كم؟ سالب 1. ال x سالب 1. الآن عوض، 9 أس سالب 1 زائد 2 يساوي 9، ورقم الخيار هو ال b. ما فيني أقولها دغري مثل هذاك التمرين إنه x يساوي ناقص 1، لأن هذول في شيء مشترك بيناتهم، ديروا بالكم. السؤال رقم 14، A و B من N موجب، و A أس B 81 و B أس A 64، بده 2 A زائد 3 B. واضح إنه لو فرضنا هي 3 أس 4 81 و 4 أس 3، فواضح إنه طالما A أس B 81 و B أس A 64 معناتها ال A يساوي 3 وال B ماذا يساوي؟ 4. عوض، ف 2 ب 3 زائد 3 ب 4، 2 ب 3 6، 3 ب 4 12، والجواب 18، ورقم الخيار هو الـ A. السؤال رقم 15، 2 أس 3 على 2 ضرب 3 أس نص ضرب 6 أس 3 على 2 يساوي A أس B ضرب B أس A، بدي A زائد B. الحقيقة بدنا نحللها، يعني نقول الـ 6 أو 3 أس 3، 6 بقى حنشتغل فيها، 2 أس 3 على 2 ضرب 3 أس 3 على 2 شو يساوي؟ A أس B ضرب B أس A. ضرب القوى جمع الأسس، ف 2 أس 3 على 2 ضرب 2 أس 3 على 2 ضرب القوى جمع الأسس، يعني 2 أس 3 ضرب 3 أس 3 ضرب 3 أس 3 على 2، بدنا نوحد المقامات صح؟ فبتصير 3 أس 11 على 6، 11 على 6، عفوا هي ليست ثلث، هي نص نص نص، فهي نص، فثلاثة 3 على 2 ف 2 3 اس 2 يساوي
ايه اس بي ضرب بي اس واحد، فيبدو انه الاي اتنين لاحظ والبي ماذا؟ والبي ثلاثة، فاي زائد بي يساوي ثلاثة زائد اثنين ويساوي خمسة، ورقم الخيار هو البي. بالنسبة للسؤال الأخير رقم 16، اس قوة ام زائد ان يساوي 54، اس قوة ام ناقص 2 يساوي 6. طيب إذا قسمتهم أو إذا ضربتهم ما في أي مشكلة بالقسمة، قسمة القوى طرح الأسس، فإكس قوة 2 ان شو يساوي؟ 54 على 6 ويساوي 9، يلي بتكتب اكس قوة ان للتربيع يساوي 3 للتربيع، اي ان اكس قوة ان كم؟ 3. بما انه ما في قوة سالبة ما بصير ناخذ سالب 3. الان الاكس قوة ان 3. طب هلا شو رايك مثلا نضرب بالضرب، مرة اسمي مرة ضرب، يلا ضرب القوى جمع الاسس، فاكس قوة 2 ام يساوي 54 ضرب 6 يلي هي 6 ب 4 24، 6 ب 5 324 يلي هي 18 للتربيع. واضح بنفس الطريقة انه اكس قوة ام ماذا؟ يساوي 18. منعوض 18 زائد 3 على 18 ناقص 3، 18 زائد 3 21، 18 ناقص 3 15، قسم على 3 بيطلع 7 على 5، ورقم الخيار اي. يا بنشوفه مثلا عدد كسري، ممكن نشوفه 1 و2 على 5، ممكن نشوفه عدد عشري 1.4. اذا جواب اي 7 على 5. هذا كان كل شيء للدرس القوى، حلينا اسئله دورات مع بعض، حلينا اسئله متنوعه بافكار جديده للقوى. ارجو ان تكونوا انه حصلتوا الفائده المرجوه المقدمه لكم من مركز يدرس اللغات والعلوم. الى ان القاكم، انا مازن بيزيد مدرس اليوس قسم ماده الجبر، دمتم برعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.